السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، هذه الفضائية التي دائما هي في قلب الحدث ودائما هي تحب أهل نينوى ودائما هي التي سعت وتسعى لتحقيق العدالة ولتوضيح الحقيقة. يعني في الموصلية نحن جنود من أجل أهل الموصل وجنود وسنبقى جنودا من أجل العراق، من أجل تغيير الحقيقة ومن أجل رفع الفساد عن هذا البلد ومن أجل وضع النقط على الحروف ومن أجل تكريم الإنسان العراقي ومن أجل إظهار وتبيان الحقيقة. اليوم عندنا موضوع مهم، المدارس المهدمة في الأيمن. طبعا هذه المدارس اللي موجودة في الأيمن، يعني على ما أعتقد يمكن بالخمسين مدرسة عندنا بالأيمن، يعني هاي المدارس هناك مدارس موجودة ما أصابتها يعني دمار ولا هدم، ولكن هنالك مدارس تمت تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابي. يعني هسه حاليا احنا مدرسة شو اسمها مدرسة علاوي؟ مدرسة الإخلاص طبعا في منطقة الميدان. هذه المدرسة طبعا هي مدرسة ابتدائية، تشوفون أعزائي المشاهدين هذا ما تبقى من المدرسة، يعني هذا الطباشير. ليش أنا ما شلت دفتر ما شلت بقايا؟ هذا الطباشير لقيته على الأرض. هذا الطباشير معناه أمل العراق، معناه تقدم العراق، هذا لقيناه موجود لأنه المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم عندما يمسك الطباشير وعندما يكتب الوطن الجيش الشعب والعلم، ها، فبهذا بهذه الطباشير ممكن ان نربي الاجيال وبصوره صحيحه. هذا الطباشير اللي علمنا، اللي وصل سالم الى هنا، واللي وصل الوطنيين العراقيين الى اماكنهم. هذا الطباشير اللي وصل علي، وصل فلان فلان، هذا الطباشير زين وما حد يختلف عليه. ترى كل اللي حتى الفاسدين الموجودين بالعراق، هذا الطباشير كان من المعلمين الشرفاء مربي الأجيال الذين كانوا ينيرون طريق الحياة. المعلمين اللي ربونا تربية صالحة، مكان الأب حتى اليتيم عندما كان يذهب إلى المدرسة يجد أبا في المدرسة، أبا خالصا. كان المعلمين قبل من نشوفه برا يجي يوقفنا، ها ابني أشونك أشبيك، أو يجرك من إذنك، ليش تدخن جقاير؟ لا تدخن جقاير، ليش انت برا؟ ليش ما حتدرس؟ هذا المعلم القديم الذي نكون له كل احترام. زين؟ وكان يمسك الطباشير هذا وكان يجي يتعب، يتعب لمده 45 دقيقه دون تلكؤ. لانه اضاعه ساعه من العلم، اضاعه سنه من التقدم. سنه كامله والله تاثر علينا. ولهذا السبب بس حاليا ماكو، لو كان المعلمين والله واثقين من أنفسهم وعلموا الجيل اللي فات هذا، الجيل اللي فات هذا علموهم بصدق، لما كان هذا وضع البلد والله. بس ولكن المعلمين هذا الجيل الفائت كانوا غير مخلصين، وقاطبة الجميع لا أستثني أحدا. لأنه لو المعلم عنده تأثير في ذاكرة الطفل، هذا كبر صار شاب ما يشيل سلاح ضد بلده، ما علم على الوطنية ولا علم على حب البلد ولا علم على حب دجلة. واني واثق هو ما يحب العراق، لانه احنا شيئاً احنا اذا كان موجود عندنا العدل والعلم، اذا هذول ماشيين بسكه صحيحه البلاد والبلد يكون بسكه صحيحه. ولكن احنا اني واثق انه لم نكن في السكه الصحيحه ولم نكن في المسار الصحيح ولم نكن، بل كنا في مسار الراتب وش وقت يجي راس الشهر وش وقت نعطل، ها العطل. بالله بشرفكم شايفين دولة نص سنة عطل؟ هو دا يداوم له اش وقت يداوم؟ بالله يمكن بالعاشر يداوم، طبعا مو بالتاسع. من قبل كان بالتاسع واحد تسعة يداومون، اش عندنا لواحد عشرة يداوم بغزة، وهذا من واحد عشرة الى اش قد بالله واحد خمسة او خمسة واحد، ها إيه خمسة واحد، ها طبعا هل فترة دوام، وبعدين بهاي الفترة نص الفترة هاي عطل. ما شايفين هيك بلد احنا كله عطل؟ ايش راح يفهم الطالب وايش راح يستوعب؟ والطالب ايضا دا يجي يعني بصورة يعني دا يلعب،
ماكو توجيه معنوي للطالب. اليوم عندنا شريحتين بالمجتمع، الشريحة الأولى المرأة ضعيفة أمام المشكلات، بسرعة تبكي وبسرعة كذا، ولكن الرجل الصالح كان يصبر عائلته. يعني أنا أسمع مرات رجل يصبر عائلته، يقول لهم بابا إحنا نعطيك أمل، باشر تتغير الظروف، باشر كذا باشر كذا. هذا أو هاي المحاضرة الصغيرة كانت موجودة قبل سنوات، بالسبعينات كانت موجودة، كان يقعد أبونا أبويا كان يقعد من مر بأزمة مالية ونمر واحد من عندنا يموت، كان الأم تبكي والأخت هم تبكي، بس هو كان يقف رجل بمعنى الكلمة، رجل قوما قاطة ورباطة وبطنة، لا رجل بفكرة وبعقلة وبتصرفة وبحكمته. كان يقول لنا بابا هاي وضعية ما تستمر، اليوم ما يشبه باشر وباشر ما يشبه عقب باشر، وراح تتغير الأمور وتكبرون. كان يضعنا أمام السكة الصحيحة حتى نقدر نمشي عليه، وإحنا كنا نسمع، كانت قوتنا تأتي من هذه الكلمات. تذكرون الجيوش عندما كانت تقف جيشين يقفون، ها من سمات القائد كان نص المعركة ونصرها كان كلام القائد مع الجيش، كلامه. طارق بن زياد عندما قال مقولته البحر من وراءكم والعدو أمامكم، ها ترى اليوم ما بيها مجال، إذا تريدون تنهزمون ترى راح تموتون، لأن البحر وراكم، السفن محترقة، ولكن أسعى عليكم القتال لأنه أنتم أصحابين مبادئ. مو هسه هذولاك كانوا يروحون فتوحات يفتحون البلدان حتى يعلمون النظم الإسلامية، ولهذا في الأندلس حكم المسلمون الصحيحين المبدعين الذين يحبون الله 800 سنة، 800 سنة خما قليلة، وإلى حد الآن مدن غرناطة وإشبيلية هذه المدن موجودة، وقصر الحمراء موجود لحد الآن. والغربيين أتوا إلى 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 هالمكان هذا وتعلموا وأخذوا من الثقافة اللي موجودة العربية، اللي هم ما كان عندهم قومية، اللي كان عندهم الإسلامية، ولكن بتطور تطور الناس. أما إحنا حاليا يعني حاليا إحنا ما تطورنا إحنا ولا استطعنا أن نتطور، لأنه ما نملك روح الوطنية، ما عندنا الخطاب، ماكو الخطاب. اليوم المدرس والمعلم ما عنده خطاب، لو كان المعلم كان عنده خطاب وطني ما كان هذا حال المدارس هاي كلها، ولا كانت القذائف تقع هنا وهناك، ولا كان الداعش يجي. كان إذا واحد يجي يملي فكرة على واحد يقول له روح، أنا ما أسمع كلامك، لأن هذا أنا ما أريد أدمر بلدي، روح على شغلك أو أبلغ عليك أنا زين. ولكن أكلنا أو الموصل أكلت الطعم من قبل المؤامرة الكبيرة اللي حدثت في نينوى، فإحنا حاليا أعزائي المشاهدين رب ضارة نافعة. اليوم إحنا المدارس هاي موجودة، ولكن لحد الآن وزارة التربية لم تحرك ساكنا، كأنما وزارة التربية في هولندا، وزير التربية يمكن بهولندا، يعني يمكن صور نفسه بهولندا، لا إجا ولا شفنا ولا طلع بشاشة يابا أنا راح أجي أنا جيت، ولا دخل نفسه بالموضوع مال الموازنة، قال يابا ترى أنا عندي 50 مدرسة بالأيمن مهدمة، وأنا بعد كم يوم راح يبدأ الدوام، إيش راح نسوي إحنا ما مشكلة، ولا كأنما وزير التربية ولا له علاقة بالموضوع مثل باقي الوزراء، مثل وزارة الصحة ولا لا علاقة بالمستشفيات. واكو بشرفكم ضميركم، اكو مستشفى ما بي مخدر، مادة تخدير ما بي، طبعا هي مو كل مواد التخدير تصلح للعمليات، اكو عمليات جزئية تحتاج الى تخدير جزئي، هذا الجزء يقول لك احنا ما بدنا نشتريه. بشرفك دولة احنا ما نقدر نوفر مستشفى متنقل في الايمن، ها زين، ومن تسألهم والله يقولون ما عندنا. شنو ما عندك حبيبي؟ ما عندك تعوف الوزارة وطلع روح اشرب لك شاي وقعد روح دق لك جيمر وش يسموه هذا كاهي من الصبح حتى شوية يزداد العقل وتروح هسه تعوفنا. خليجي واحد لاخ يوفر لنا هاي المستلزمات الحياتية. 4 ملايين نسمة مستشفى القداتة،
زين وصار سنتين ها الجماعة خر وخر ونايمين، واللي يموت يموت مع السلامة. يا ما دخلي يموت ايش ما زين. احنا اما نشتغل عدل واما نترك هذا الكرسي للوطنيين زين. يعني حتى مرات انسى بس انسى وين وصلت، ولكن انا اعرف وين وصلت. احنا وصلنا الى 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 مرحله معقده جدا. المرحله المعقده انه وزاره التربيه يعني ما اعلنت لحد الان عن سيستم برنامجها، الخطوط العريضه للبرنامج هذا ماكو. هاي المدارس يعني بعد كم يوم الاخ يعني هسه احنا بالثامن مو علاوي 6 8 هسه احنا 6 8 يعني زين. بعد شهر احنا شهر ونص راح يداومون، لازم المفروض يداومون زين. الاطفال اللي موجودين بالايمن هسه اكثر العوائل رجعت للايمن، وين يداومون دوله؟ بس اسالك يا وزير التربيه وين يداومون؟ انا دا اسالك رجل صحفي وين يداومون هؤلاء؟ شنو المره انهزمت من ايجار الايسر، والرجل انهزم من الايجارات العاليه بالايسر، واجى هنا فيقول لك انا ما ضحي على مود ابني طز خليه ما يداوم يلا انا شو اسوي؟ ما علمه بعد ما علمه. والدوله تخسر وتخسر وتخسر جيلا كاملا من وراء منه، من وراء الفاسدين الذين لا يحبون البلد ولا يضحون من اجله. هاي التآمر وسياسيين هذول الفاشلين اللي هم بسببهم خرب العراق، بسببهم دمرت المدارس هاي. ها هسه دمرت وراحت المرحله، بس وينكم هسه انت؟ وينكم من هاي المدارس؟ هسه مدرسه الاخلاص تريد طبعا هي تحتاج الى اعاده ترميم. هاي الساحه مالتها ولو هي ما تصلح مدرسه مين حسبالي بيت. ففتنا والله فعلا شفنا مدرسه هي، وسرعة تشوفون الرحلات ومال السله موجوده وايضا بعض الالعاب وايضا غرف الطلاب. فاحنا حاليا يعني هاي المدرسه بعض من اجزائها تحتاج الى اعمار يعني، والجزء الاخر يعني موجود يعني ما واقع. ولكن احنا خوفا على اطفالنا لو فكروا بوطنيه وزاره التربيه بالعمل يجيبون مهندسين مختصين حتى يقدرون يهيئون مدارس بالنسبة للأيمن. هاي نقطة. النقطة الثانية، أنت طالما أنت ما بديت تبني وطالما لم تستطع ولم تمتلك القدرة على استيعاب التدمير الحاصل بالنسبة لتربية نينوى، أنت عليك أن تلقي الحل. والحل شنو؟ سارع في ماذا؟ سارع في اختيار مدارس يعني غير مدمرة بالكامل، واستعد إلى تأهيلها بشكل سريع حتى نقدر نستوعب من هؤلاء الذين عادوا 500 عائلة أو 100 عائلة، حتى نقدر نستوعبهم في مدرسة واحدة، وبعدين إن شاء الله نقدر نخليهم كل واحد قريب من أهله. إذا منطقة الميدان بها مدارس قريبة واحدة من الأخرى، ولكن إحنا اليوم النظام اللي لابد أن نعمل به هو استيعاب هؤلاء العوائل اللي موجودين في الأيمن في منطقة الميدان في مدرسة واحدة، طبعا الأبناء الصغار، حتى نقدر نلحق بالمشوار الصعب اللي هو كل عثرات. ولكن احنا ممكن واحد إذا خلوا له 1000 عثرة، ممكن الوزير الجيد ممكن يخلي رجله هنا هنا حتى يقدر يصعد على السلم بكل حذر وبكل جدية.
إذن أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين معكم ببرنامجكم مايكل المنصلية، طبعا سالم معكم دائما وعلي النعيمي مستمر معكم، وإحنا مستمرين ضد الفساد، هذول الفاسدين وراكم وراكم إن شاء الله. وأني ما أحكي من جيبي، يعني مثل ما قبل شوية أحد المصورين قال، فديوم سالم قال ما بجيبي، طبعا سالم جيبي غير الموبايل وباكيت الجقاير. زين، نوح ما مفاسدين، إحنا متحدين من أجل بناء الموصل، وإحنا نحب الموصل ونظل نحبها وإن شاء الله نضحي من أجل الموصل. فدشوفوا الآن سالم، مش إحنا اختارينا الإدارة، هاي الإدارة مع المدرسة، طبعاً تشوفون غرفة الإدارة، تشوفون ماكو شيء بي سليم، كانت القذائف تسقط بهالمكان هذا لأن كانوا الدواعش موجودين، متحصنين الكلاب هنا موجودين في المكان هذا اللي تآمروا علينا نينوى ودمروها. طبعاً هسه ماكو فرق بين الداعشي والفاسد، اثنيناتهم يمشون في خط واحد اللي هو تدمير الشعب العراقي. قبل شوية حكينا على وزارة التربية اللي كانت متلكية، ولكن احنا هسه انتم متلكئين، ولكن انتم حاولوا انه تستثمرون هاي الاجزاء الموجودة. علاوي لو تشيل الكاميرا تيجي تشوف، يعني اكو اجزاء اعزائي المشاهدين موجودة بهالمكان هذا. طبعا هاي ممكن هاي تصلح، هاي يعني تشوفون ممكن هاي تصلح يعني، ونستفاد من عدة كثير أمور نستفاد من عدة. هاي ممكن الأغراض هذه ممكن نسوي لنا إدارة جديدة، ولكن مكان معين، مكان آخر، مدرسة مكان. هسا إحنا عندنا مشكلة كبيرة، إنه أكو بعض مدارس ما مدمرة بالكامل، حائط واقع كذا واقع، وأكو مدارس مدمرة بالكامل ولكن بها أجهزة وبها مستلزمات الإدارة. ممكن ننقل هاي الدواليب وهاي الأجهزة الموجودة وهاي القنفات الموجودة إلى وين؟ إلى المدرسة الجديدة اللي ما مدمرة بالكامل. حلينا لكم يا بابا، بس تعالوا اشتغلوا، احنا نعطيكم الحل زين، بس انتم ما تقبلون تسمعون. احنا لقينا لكم الحل، الحل هو انه تنقلون هاي الأغراض الموجودة في المدارس المهدمة، نروح نسوي لنا بسرعة مدرسة حتى نستوعب بها الجانب الأيمن اللي هو الميدان خاصة. فهذا المشاهد احنا ننتقل إلى مكان آخر ونروح لمدرسة أخرى، وتعالوا ويانا وتبا لكل من يسرق أموال العراق. إذن أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين معكم ببرنامجكم مايكل الموصلية. إحنا يعني طبعاً هؤلاء أطفالنا، إحنا لخاطرهم طبعاً نحاول نتعب ونحاول نقدم جهودنا في سبيل ناخذ العراق ونسلم العراق بيد هؤلاء. ولكن إحنا شلون نسلم العراق بيد هؤلاء وإذا ماكو مدرسة؟ هسه إحنا انتقلنا من مدرسة الإخلاص إلى الإخلاص اللي بالميدان البنات سوق الشعارين، انتقلنا إلى منطقة الطوالب. طبعا هاي المدرسة اسمها مدرسة الوليد الابتدائية، طبعا نشوف الأعزاء المشاهدين هي مهدمة بالكامل، يعني ما أعتقد هي تصلح يعني أبد، يعني المفروض تعاد. فإحنا أعزاء المشاهدين إحنا ليش نصور لكم هاي المدارس المهدمة؟ أنا أكو مدارس يعني ممكن تعاد بها، بس ولكن اليوم احنا الشيء اللي نريده هؤلاء الاطفال المساكين شلون راح يصلون الى شهر التاسع وهم مداومين 1/10؟ زين، هل الوزير فكر بينعاش الايمن من خلال التعليم؟ ماكو. ايضا كل اجتماعات وهوسه وتطلع بالتلفزيون ونحن سنعمل وسنمضي قدما، والله انت ستمضي قدما بالعراق الى الوراء كلكم طبعا، ها دون استثناء. ماكو واحد بطل اجى ها وقال تعال احنا نريد هيك واحد، جعل جيب الفلوس وجيب العمال وجيب اللوري وجيب الشفل شيل دول كله. ما لقينا واحد يعني وطني عنده شهامه. هي شهامه منين تجي؟ تجي بس كلكم اعتقد ما شربتم من ماي دجله. لو والله لو شاربين ماي دجله كان هسه سعيتوا. وبعدين كل شيء بيه فساد، حتى هذا اللي يتريدون تشيلوه تريدون تفسدون به، حتى من تريدون تأجرون اللوري تنطول ابن عمكم، ما تخلون واحد غريب يستفاد. كله فساد في فساد في فساد. زين، يعني معقولة أنتوا وزارة التربية المفروض أنتوا وزارة لكم الأولوية، لو
لو هسه كم شفل جاي وكم كم لوري جاي كان حملوا الانقاض هاي، وكان هسه حصلنا على نتيجه معينه، سوينا لنا صفين ثلاثه، ولا هي يعني مو مدمر بالكامل بس، ولكن خلني اسالهم الاطفال. بابا انت وين راح، وين تداوم انت قبل كنت؟ ها انت وين كنت تداوم انت قبل؟ مستر الوليد. هاي المدرسه مالتك؟ ايه. كم سنه داومت فيها؟ والله 3 سنين. لا وانت؟ انا داوم باي المدرسه. زين انت وين كنت تداوم انت بعد ما داوم؟ هاي ما داوم. ما داومت؟ زين هذا المسكين غير مستمع سنت الاخي سجل، وعندي الساعه هذا 6 سنين تو تطب الستة، هذا وين اسجله الساعه؟ شلون امن عليه؟ اروح اسجله ويصب بالمشاهده، لو اسجله بشارع النجفي يم مدرسه الحفصه، وين اسجله هذا؟ براس الكور مهدمه، اني امن على طفلي يطلع على راس الكور يروح لي غادي ويرجع، شلون امن عليه؟ غير هنا السنه احنا تقريبا بال 400 بيت سكننا 4-5 فروع، وين؟ لا حد لا جاء لا نظف لا يابا، ما نريد يبنونا، على الاقل يسووها ساحه وينزلونا كرفانات، حالنا حال الاصلاح حال الزنجيلي الورشان كلهم نزلوا لهم كرفانات، نريد كرفانات ما نريد، نريد نقعد بالقاع بس خلي يجون ينظفون هاي الانقاض ويجيبون لنا مدرسين، وهذا هو. وشون البوق الى متى هذا البوق؟ يعني يظلون يبوقون، يجون يصورون على الموصليه وعلى الاخ ايش يقولون؟ يقولون احنا عن نشتغل، تيجي وراهم الموصليه يدحق الانقاض موجوده، نحن نشكركم انتم تجون تصورون، لان هاي معاناتنا، نحن هاي معاناتنا من على تصورون انتم، يعني عاد تعملون علينا فضل، يعني عاد تفضحون فساد مالنا، يقدون بينا بدول الخارج ويقدون بينا بالدول بالمحافظات، يجون هنا كل شيء ما يعملون، جاب الشفر شالوا تشيتين شالوا قلابتين وطلع، والله اني ساعمل ونظفت وهاي كل شيء ما شفناه، هسه هاي الاطفال كلها 6 سنين و8 سنين و7 سنين، هاي وين تروح؟ وين تداوم؟ خليني اسالك سؤال، انت ليش نزمت من اليسار؟ والله من الايجارات. رحم الله والدك. اني ويا المولد ادفع 530 الف بالشهر، نحن ندفع. زين حاليا الستة ما تقدر ترجع لليسر بعد. ما اقدر ارجع لليسر، بس الى ما يوفرون لنا مدارس واي، نجبر ونضغط على نفسنا، لو ما ناكل، المهم نرجع لليسر نقعد ببيوت، على الاقل اطفالنا مدارس، ماي، خدمات، على الاقل هاي بوقت ايش نسوي؟ الى ما يوفرون لنا هذا الشيء وشلون؟ وين نروح؟ والماء عنده شلون؟ الماء عنده ينصب خيمه بالشارع يبات؟ يعني العالم الله يعينه، يعني أسعاني الحمد لله أقدر أسعاني على اشتغل أتمكن، يجوز أقدر أدفع إيجار غيري، والله العظيم ما يقدر يدفع إيجار، والله معيشة ما يقدر يحصلها. هاي المدرسة يعني تاخذ ما بيها قد ضرر؟ هذه الصفوف ماله، هاي الصفحة اليسار كلها ما بيها ضرر، أسع يجون، يعني هم لو يجون بس يجيبون شفر يشيلون هاي الأنقاض، نحن الشباب ننظفها نكنسها ويجيبون لنا 3-4 مدرسين، هاي صفوف 1-2-3-4-5-6 صفوف، 6 وذاك 2، هاي 8 صفوف، بس ترجع ما يراد لشيء، هذاك الواقع كله يتعدل ينبني، ما أريد يبنوه، يابا خلي عدلوه يجيبون كرفانات. وهذا بس السياج وماي وكهرب وانتهت. يعني ليش البوق؟ الى متى هذا البوق؟ يجون يصورون يقدون بينا بالدول ونحن كل شيء ما يصلنا. منظمات تجي والله راح نعمل هيك، والله راح نعمل، نحن ما نريد المنظمات، نريد الحكومه العراقيه تجي تدحق على حالنا. داعش دمرنا، انتم ما تريدون تدمرونا؟ ما يصير هيك، الله ما يقبله، العبد ما يقبله، هاي الناس تعبت، فلوس ماكو، رواتب ماكو، هاي الاطفال وين تروح؟ شغل ماكو، يعني اللهم يعني سبحان الله لا اراده لحكمه. بارك الله بك، حجي تعال حجي، طبعا الحجي نشوف رايه حول المدارس، هذا المايك بيدك حجي، وهاي المدرسه يابا هاي المدرسه مدرسه الوليد. هذه مثل ما قال الزلمه، هذه صاصة اللي ما بيها كل شيء. يعني هاي الصفوف هاي بس تشال هاي الكراسة عنا وتنظف هذا البيت، تنظف هاي المنطقة اللي انضربت كان بيها دواعش. ومن جوا الدواعش احنا انضربنا على ثرب. وانهزمنا نحن، عفنا البيت واخذوا السيارات والكل بالكلية وراحوا. ظلينا نحن. عاثوا بالأرض فسادة. شوف هاي بيتين اندمروا. هذا بيت 3، ذاك بيت 4 مال 1. زين هاي المدرسه ما تتعزل ما تتنظف؟ هاي الاطفال هي مو صعبه. دحك اريد اقول لك كلمتين.
يا ناس لحق هذه والله بستان مملكه انسان، والناس طمعانين بيها من زمان الرومان. هذا البلد مهدم ومخربط، والحراميه تدور والظلم لو داب دمر يحرق اليابس والاخضر. يا صلوات على النبي، هاي والله شلون نومه مستري حبه ذهبي. خلينا كل شيء نعرف، يعني خلصنا من الدواعش لقينا نفس المعاناه هالساعه اللي قاعد نعانيها. الفار، الجرادي، الحيايه، العقارب، كل يوم نقتل بالبيوت، عندنا اطفال. زين هذول اللي انقتلوا وماتوا من المسؤول عنه؟ ها؟ الدوله تقول لك انا ما مسؤول عنه. ما مسؤوله طبعا، انا سمعتوهم. انا سمعتوهم يقولوا احنا ما مسؤولين، عجب لنا المسؤول. يعني انا ما اريد احكي لك، سيدنا عمر يقول رضي الله عنه يقول يا دابة عثرت في ارض العراق، عمر بن الخطاب مسؤول عنه يوم القيامه. هم لا ما كم دابة؟ بشر صارت دواب. لكن بس ما تلو نادي تحيا ولكن لا حياة لبنت ولادي. يعني نحكي يقولون هذا يمكن عند اتجاه حزبي. نحن ما انا ما انتبه الحزب لي هسه الحمد لله. داعق على سوريا من هنا يفتحون ويحررون، من هنا يبنون المساكن ويعملون الشوارع والكهرباء والماي، وميتة من جوع سوريا. البكر نفسه كان طيب، انا ما لي شغل بيه، لكن انا بذني اهل بايت شيخ خالد مال الطوالب احمد حسن البكر قال العراقي عايش 100 مليون احسن عيشه، ويني 30 مليون مخربط. ايش معنى نحن ليش هاي شوارع ما نفك؟ تعال الكنا من الشوارع، ماكو ترابات اسخامات. زين اجل انت الواحد يفوت مسؤول ما يقول هاي اشني؟ يا اخي انتم يعني ملينا. انا ذاك اليوم قال لي تعال احكي، قلت ليش احكي؟ ماكو فايده بالكلام. انا راح انا لاحظك انت تتكلم كويس، لكن اين المفر؟ سيدنا عمر جت الخزائن والاملاك مال الزكاه، واقف سيدنا علي عليه السلام ويمه، قال والله خشيت عليكم من السراق. التفت عليه سيدنا ابا الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام، قال يا امير المؤمنين عففت فعفت الناس، انت ما تبوق الناس ما تبوق ولا هالابعاد. يا اخويا نحن ما احنا ما نريد كل يوم قلبنا خلص ملينا تعبنا. 3 سنين مال الدواعش مقابل 300 سنه، هذا بيته نصه طار، صاحب طفلات طاع 2 ضحايا ولا شباب. وين شو ما حد جاء عمل له هي؟ قاعد بالشارع. ها بالشارع هسه تروح عليه كل شيء يطيق يفوت عليه. يا بقول لهم تعالوا شيلوا هاي هذا يا سيد يا فلان، بس شيلوا لنا هاي هذول رتبوا لنا هاي المدرسه دي ترجع، هاي الانقاذ، هاي الانقاذ اللي ورانا هنا مقابل بيتنا ان شاء الله. ويا متى؟ اسمعت لو ناديت حيا. نحن نريد رجال اللي تصدق ما يوم ثاني يوم. ليش الغرب احسن مننا؟ بالانتخابات شوفونا وشوفونا. نعم بارك الله بك حجي ممنون. انطي حجي تعال، حجي راح نسالك سؤال واحد بالنسبه لهاي المدرسه. اكو فد صعوبه بها حتى ترجع؟ والله ما بيها كل صعوبه. احنا اول شيء نشكر الموصليه، تلفزيون الموصليه، السباق. زين هسه قاعد حق بالظهريه الحاره حيجون يصورون ويشوفون ملاقاتنا ويشوفون معاناتنا. زين واحنا يوميه هم العين العين مالتنا يوميه بالموصل، العين مالتنا الموصليه، بس الوحيده الموصليه العين مالتنا. عتعاني المعاناه وين الاعضاء مجلس النواب مال المحافظه؟ مدير البلديه وينه؟ مدير التربيه، يعني انا اناشد مدير التربيه، مدير التربيه وينه؟ كل من يمسك واجبه، مدير التربيه يمسك واجبه، مدير الكهرباء يمسك واجبه، مدير الغذائية يمسك واجبه، كل من مواجبه. انا احكي لك، خلي احكي لك انا خلينا ندخل. شوف احنا المدراء الموجودين بالموصل خلي يطلعون من التبريد. اسمع لي، كل ما يجون هنا كل ما نسالهم يقول لك احنا مرتبطين بوزاره بغداد. لا الوزارات هي متلكئه صراحه. يعني صراحه احنا نضل على الوزارات. اي وزاره التربيه لحد الان لم نجد لجنه من وزاره التربيه جت هنا، والوزير مصلاوي. احنا ما ناشد، احنا ما احنا يعني هسه وزير انت يا مدير التربيه جو بيننا بيننا بينك بس الجسر. نريد نشوفك هنا. هنا 4 مدارس في المنطقه، مدرسه الوليد، مدرسه الخالديه بالحظيره، ومدرستين الاخ. هاي 4 مدارس في المنطقه القديمه. احنا مناطق قديمه لو يحاول بس يصورها. كم مدرسه حسب الله؟ 4 مدارس. مدرسه الوليد اللي بعبد خوب، ومدرسه الاخلاص، ومدرسه الاخلاص
ومدرسة الخالدية بالحظيرة ومدرسة الحدباء المتوسطة اللي هنا قريبة بالشفاء. هاي كلها مدمرة. هنا ما مدمرة كامل. هاي صفوف ما بيها كل شيء كاملة. ما يرادها من هنا أجيب لي 4 كرفانات أخليهم. زين وترميم ترميمها إعادة ترميم مال البيت. الترميم ماله إعادة ترميم مال البيت. إحنا أطفالنا دعك عليها. زين هسا إحنا هاي 2 3 سنين الدواعش. وهاي السنة ما داوموا. زين يطلع شعب متخلف ما يعرف يطلع يكتب اسمه. شعب يطلع متخلف ما اسمه ما يعرف يكتبه. ما يصير الشيء. هم يريدون هيك. احنا بالنسبة للمدرسة من خلال المدرسة احنا معاناتنا كثيرة. هسا انا بيتي قاعد بلا حائط وبيتي مضروب. هسا رجالك سووا المدرسة ما تسوون بيتي. سووا المدرسة خلي اولادنا يدامون بالمدارس. تريد تشوف بس كنت ببيتي وشوف انت هسا تبين الحقيقة. والى الحقيقة. انا انطش وداتنين الدواعش ضربوهم. واني طلقتين. وابني طلقتين. وبنتي طلقة برجلها. ما حد عوضنا درهم لحد الان. والله حد يجي بس احنا من خلالكم من خلال الموصليه السباقه معاناه المواطنين بالموصل. نريد نشوف الموظفين مال الموصل. نريد نشوفهم هنا بالقديمه. المدارس يمسكها مدير التربيه يدز لجنه من التربيه. يدز لجنه من التربيه تجي شوف 4 مدارس عندنا. ايش قد يروح للمصرف تعانيها. احنا مستمرين معكم اعزائي المشاهدين. طبعا هسه راح نشوف الصفوف حتى نقدر نحكي لانه احنا ماكو شيء مستحيل. يعني لو كانت الوزاره جاده في عمليها منذ بدايه التحرير وكانت بمستوى جيش الباسل كان لسه حاليا لقينا برغي ما وقع بالقاع ولا طابوقه. بس ولكن الوزاره غير جاده في والحكومه غير جاده في عملها. طبعا احنا اني ارجع واقول احنا هسه محتاجين حكومه انقاذ وطني ينقذون البلد. يعني البلد هسه ديمر باكبر ازمه سياسيه واقتصاديه وايضا ازمات متتاليه في ازمه المياه. احنا محتاجين الى حكومه قويه عندما تقول في المساء تعمل. اني قلت قبل وهسه ما اقول محتاجين حكومه صاحبه قرار. صح. محتاجين شخص واحد. احنا حتى البرلمان ما محتاجين احنا والله. لانه البرلمان شنو احنا نطلع من حلق الشعب ونعطيه 40 مليون ليش؟ هاي ال 40 مليون نبني بها مدرسه نعمر بها بيت. اذا عزام شهد طبعا هسه حاليا علاوي راح ننتقل حتى احنا طالما قريبين على المدرسه البيت الرجال حتى نصوره حتى نشوفكم هذا البيت ايش بيه وما بيه. وقبل لا نروح البيت هذا أريد أنهي برنامجي وأقول كلمة أخيرة. يعني تبا لكل من لا يحب البلد. أي والله. وتبا لكل من لا يخدم العلم. أي والله. وتبا لكل من لا يحب دجلة. وتبا لكل من يكره العراق. إن شاء الله يجي يوم ذول الفاسدين الشعب بيده طلعهم خارج الحدود. وإن شاء الله اللي صار بينا يكون درس نتعظ من عنده ونمشي هسه نمشي خلف تعليم الجيل. جيل الماضي راح انتهى بس ولكن هذا هو جيل الباقي. فأنتم يا وطنيون عليكم بخدمة هذا الجيل القادم إذا أردتم المستقبل العراق. لأن هذا الجيل هو الذي يمثل مستقبل العراق. وإن لم تريدوا أن تخدموا العراق فحطموا المستقبل بعدم خدمتكم لهالمدارس وإعادة إعمارها. فإحنا هسه حاليا الحلول موجودة. أعطيتكم الحل. عندنا رحلات. عندنا أدوات منزلية وأدوات مكتبية موجودة. نحولها كلها إلى مدرسة واحدة حتى نجمع الطلبة كلهم في الميدان في مدرسة واحدة ونبدأ من جديد أو نجلب كرفانات. وحتى ملتقانا أعزائي المشاهدين وياكم نقول كلمة أخرى. نحبك يا عراق ونحبك يا دجلة ونحبك يا وطن ونحبك يا جيش ونحبك يا خارطة ونحبك يا شعب عريق ونحبك يا حضارة. وحتى ملتقانا وياكم في حلقات قادمة. كان معكم سالم ماسي.